النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في أعلى المقامات ماذا أمره عز وجل أن يقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ فكيف بمن هو دونه؟ بل الملائكة حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فحتى الملائكة تفزع وتخشى من الله عز وجل، وتخشى أن يحكم الله عز وجل عليها بعذاب من عنده فتفزع. ولذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ماذا تقول الملائكة؟ سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولذا يقول بعض السلف: من عرف الناس استرح، من عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح واطمأن قلبه. وذلك لأن المخلوق لا يرد عنك شرا ولا يجلب لك خيرا. ويكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة، جميع الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.